عودها علينا وليت اللي يجيح وانا تبجعتها. غير سمعنا صوت كرتوش مع ساعتين كيك بعد معنا جست مع تلفيتي الشباك نطل شفم نسمع في صوت الباب معنا يتضرب بالقوي. خلعوا الباب دخلوا بسلاح كلهم لبسين باللكحل بسلاح والله ستة ولا سبعة دخلوا برشا ديجا الدار صغيرة وتعبت وفركسوا الدار كل ديجا الدار التوى مفوضة يلوجوا على السلاح. عندي فاليجات خاطرين اتوديون بسكن انا اخويا عرفت نقلبوا تبشكل يلوجوا على السلاح ما منكوش قالوا لكم بزاك قالوا عندكم سلاح وفركسوا الدار وخرجوا منكو حد شيء. فمش عنف مادي اما عنف لفظي معناها عيات وطريقة اون برينسيب. اول حاجه يطبلوا الباب كان ما حليناش الباب ينجموا يخلعوه يعملوا اي حاجه اما طول خلعان باب ما فهمتش علاش. هذايا وقت هو ضرب وقت الضربه الاولى هذايا تنطر وتخلع الباب في ضربه في الضربه هذيك كنا نحنا راقدين انا هنا راقده انا وراجلي وولادي زوز راقدين هنا في اللحظة هذيك اللي أنا باش نقوم ونقول شكون نلقى ضوء أبيض مركز على كل واحد فينا وسلاح في رأس كل واحد فينا ما تتحركش شكونكم 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 نعش أنا مولات الدار نسأل شكون أنا قولهم توما شكون توما شكون. فرتوا الدنيا كل تحت الجريري تحت الفرارش تحت جريت بيت النوم نفس الشيء زاد هزوها الجلسات الدنيا الكل هبطوها ما عندكش فكرة شنو اللي عملوه. بعد ذاك الكل قالوا لأولادي هيا قوموا البس حوايج كيخ شخ 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 وطريقة راي معناها كاسحة ديريك تخلعوا الباب لا دقوا علينا لا قالوا حلوا حاكم ولا حتى شيء كان قالونا هكيكا نهدوا الباب وكل شيء مهم ديريك بالباب هذا كل شيء فجعني أنا يعني الباب هو كدقة كتزعزيعة متاع الباب بسقيهم هذيك اللي تفجعت قلت هذا دا شكون دخل علينا شكون مش يدخل علينا بالقوة هكيا فما حد جينا بالذمة ودخلوا علينا كي دخلوا علينا انا عاد وقت السحر وبكيت وكل شيء كروني هكاكا مفجوعه ولو قالوا لي رانا حاكم رانا حكايه كل شيء احنا تفجعنا الحق انا تفجعت كان من الارهابيين ولا قلت هذوما سيء كي شفتهم في الكساء وكحل كل سيء هذوما اللي يقولوا عليهم داعش ولا شنو زدت انا تفجعت الكسوه الكحله تفجعت برشا خاطر ملثمين بكل مكان عينيهم هذاك اللي يفجعني يعني. البارح راقد ماضي ساعة ونص هكاكا متاع الليل نسمع فيه هكا شوية حركة قوية وكرتوش نزلت كي قمت هكا من البيت النوم تعديت خرجت نرقزت لأربعة ولا خمسة بوليسية بالكلاشينكوف وباللازير خرجوني في سليب وفي مريون خلعة ترى شلقت من بعد في الاخر بالكل اللي فما حاجة في الحومة كيريت البيبان كلهم محلولين ومخلوعين فهمت ميبا حتى واحد قال حل شرطة ولا حل حاجة بش واحد يعرف ومو دي كان قنبلة ما تفجعش العبيد كيما فجعتنا حلت فينا كارثة في الحومة لهنا فهمت سيقراف على الاخر فجعتونا وقتلتونا من غير ما فما شيء مشينا للقرجانية غاديك اهبطنا في البرد كيكا بون هما ما خليونيش نبتاو معناها فهمت خذوا اسامينا الناس كل وبرا روحوا صغار تبكي ولاد سبحان الله والبيبيات فما في الجيران عند البيبيات تفجعوا في الليل على حساب شكون بجو تخلعوا هكاك فجعه لينا ولصغارنا وللناس الكل شوف البيبان كيفاش مكسر تو انا والنجار باش يحضر لك باب ما اخذ انت يعني صارت الحكايه اليوم الصباح يبدا عنده نجار خدمه وكل شيء باش يحضر لك بابك في صار في صار ويجيبوا لك في الليل كيفاه زوز بنات يبدا واحد ما كيف الدار بابنا مكسر على الكوزينة وبابنا من هنا أكثر من 50 دار أنا كان هزك تويكا أكثر من 50 دار فما ما فماش فما قرابة 100 دار فما اللي داخت عنا جارتنا داخت 5 غرامات سكر طلع لها فما رجال كبار ذي جارنا معناها تنجم تقول قريب لا تجلط هو خارج من جلطة عنده شهرين تصور هو راقد زاد كيف وسلاح في راسه فهمتني فيقوا عطاوه الماء ومن بعد قالوا له وي اهبط معانا خاطر ولاده يقراوا البرا مسافرين فهمت شنو هزني من شنو الفايده هزني انا من هوني هزني من هوني فهمتني ولا للبرجاني وكيف نوصل غادي يقول لي بطاقه تعريف الاسم واللقب ونمره
التليفون نتاعك وبرا. وعلاش تشوفني انت اللي كان عندي حاجه هكا ولا هكا ولا فهمتني ولا تو انت جاي تهزني؟ علاش هزني؟ نحب نعرف انت جاي هزني علاش هزني؟ انا سالتهم شكون باش تسال؟ خلي هزوك ما يسمعوكش ما يسمعوكش. اقعد في الكهرباء عبي في الكامبيات ثلاثه بالقوه الكل كيف مشينا الساعه الواحد فهمني حاله يرثى لها حفير راجل بالفجعه بلاش شليك بلاش شليك بالفجعه والواحد يزيد يهزوك فهمتني ولا يدوروك من هنيه يخلوك من مدي ساعة للخمسة متاع الصباح. يا أخي قل لي أنت علاش جايني بالضبط؟ مش تحب نعاونك؟ نعاونك. قل لي حل أضرب حل الباب تفضل راني فهمتني ولا مش مفكس نحل لك الباب تفضل فركس. ومن هنا علاش هزني الغاد من هنا؟ أعطيني بطاقة تعريف والتليفون ما أعطيكش النمر هاك هزه معاك. أنا كامرا واعية وكل شيء أعطيني شنو السبب وانا راني انا مع بلادي انا مرا مع بلادي انا كي نشوف حاجه نخاف بها. هو الشرطه تعرف الشرطه تعرف نحن في الحومه كلها نحن واقفين يجي واحد عائلات نحن عائلات عائلات راه نحن يجي حد بالحق الشرطه نتاعنا معروفه المركز نتاعنا نعيطوا لهم ونقولوا باهي يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه. اما مش نحب حاجه نقطه واحده سامحني عايش انت نحب نقطه توصلها للعالم الكل وخاصه لدوله ما يعملناش بالطريقه هذه ما يعملوناش بالطريقه هذه خاصه نحن التوانسه ما يعملوناش بالطريقه هذه. انا واحده من الناس عندي توازوز متضررين عندي بنتي وبنت بنتي. نحن كمواطنين معاهم 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 شرطه حرس ميليتير اللي هو من الدوله ومن الداخليه من فهمتني كمواطن معاه ما فهم شويه احترام كمان كي تجي تدق الباب ونقول لك انا دقيقه هاني باش نحل لك خويا نلبس حوايجي مازلت ما كملتش حتى الشورت ولا السروال يوصل للركبه وتصدموا عليا وتهبطوني على ركابي هاي هاكم فركستوا ما لقيتوا شيء. ولو بير لو كان جات مراه حبله ولا بيبي صغير ولا مراه كبيره مشينا في كارثه. هوروزمون انا رقت في الصاله مرتي وامها خالتي راقدين في بيت النوم ولادي في بيتهم فهمتني كي صدموا ما عادش فيها. تلفت انا للسيد شد علي سلاح تلفت نجي نشوف في ستة ولا سبعة دخل ديريكت يا معلم قلت وين ماشي راهو عندي شكون مريض ومرأة ولاد صغار وكل شيء سكر فمك وهبط على ركابك دخلت ما عادش فيها تفجعت واحد ما عادش عاطي الثقة يا حاكم يا من جماعة الآخرين ما تعرفش عليها ياك بعد هدوا على الدار هذايا زوجت هذايا زاد هاي مقابلتك هذايا داري وهذايا الدار هذايا مقابلتك هاي كانت الكوبة نتاعك مخلوعة بالنار زهاز من اللوطة ومن بعد جاو لهذايا. قول لي نحب نعرف انا الضربه هذه يا متاع فاس يا متاع كرتوش يا متاع حاجه بريسيون كرتوش ناحيه ثانيه كرتوشه اي واحد غادي ناحيه ثانيه فوالا اه يمجي. وتصور انت لهنا يحلك توا هذا مول الريستورون جعب متاع غاز غاز دو فيل جوست ورا الباب بالضبط كله ورا الباب بالضبط اي غاز دو فيل. تصور انت كوجينه متاع الريستورون شنو كيرث هاو كونتور تاع غاز دو فيل دار جارتي وداري هنا انا بيبي معاش تسكر وبيبي زاد كيف كيف وطلعوا الفوق زاد كيف كيف هادو ديالكم ومنو جارتي هادو لها فركسوا لها قلصها ومعونها والدنيا كل شي صناعي وليدي هزوه وكان من راجي قالوا له قوم قلت له كيفاش راجل بالاباري يغزروا له كيفاه ما يخرجش هكا وقال لي بيه هاي خشو من الدار قلت ما خش انا في بيجاما ما نخرجش كيف اجي سير هكاك قال لي باهي هذا قالنا احنا في الديار وما خرجوا والمراه مسكينه دخلت لنا بالسكر وانا بالسكر صار فينا ما صار خويا العزيز هذايا دق وكل وصلوا لهنا وصلونا لهنا ضربوه ماسة بتحل مسكن في مسكن في حلق الوقت في نهج قربس اللي صار البارح مش معقول جمل اختي جاوا عبيد حلوا الديار خرجوا رجال من ديارها بنات صغار تبكي ولاد صغار تبكي نساء داخع بترد اللي صار البارح عمره ما صار في تونس ولا هزونا البارح هزونا الكل رجال الكل هزونا من ماضي ساعة متاع ونص متاع الليل من ماضي ساعة ونص نتاع الليل حتى الاربعة ونص نتاع الصباح ونحن في الجورجيني البارح هما دخلوا لي للدار فرتوا لي حوايجي قلبوها الدار
لبسين كقول كلهم يخدموا في فرقة بتاع الجورجياني وخاطر كي هزونا الجورجياني الكل خذوا اسامينا خذوا بطاقة تعريف نتاعنا اللي ما عندوش بطاقة تعريف قعد غادي اللي عنده بطاقة تعريف روح على روحه لا ما صار حتى شيء في الكامب هزونا أمور مريقلة باحترام بلا باحترام هزونا وكي طلعنا في الكامب شوية لا ما ريتش باش نكذب أنا ما ريتش لو كان ريت عليش يا أخي عزبكس وفي الكاميونة إن شاء الله نلقى الأولاد اللي مشاو في الكاميونة متاع اللي هزوهم عدا كمين اللي هز راسه تصور أنت من حلق الواد للجرجاني اللي هز راسه بالضرب هبت راسك ضرب أنا ولدي قال لي تضرب مرتين ماما المعاملة بالضرب ضربوها العبيد الضرب وقت اللي طلعونا الباك على ريوسنا يضربوا فينا هبت راسك لوت مغير حد شيء مغير حد سبب يضربوا فينا هبت راسك لوت أنا حاجة بركة نحب نقولها أنا نقول أنه من الناس التوانسة أغلبية التوانسة اللي مقتنعين أن هالمعركة هذه ما هيش معركة أمن وجيش ضد الإرهاب فقط هي معركة الشعب التونسي والأمن والجيش ضد الإرهاب لكن راهو التون اليوم الحديث اللي صاير في الحومة شو يقولوا الناس يقولوا الإرهابيين ما رعبوناش كما رعبنا الأمن البارح ولذا أنا رسالة موجهة للغرسلي وزير الداخلية وقل له رد بالك راكم ماشيين إذا باش تسمروا هكا راكم خارتين راكم باش تخسروا الناس اللي تعاطفت معاكم بعد الضربة اللي صارت أنك اليوم أنت تجيب باسم الضربة هذه تتعدى على حريتي وتتعدى على كرامتي وتتعدى على حرمة داري هذا المرفوض باسم مقاومة الإرهاب هذا المرفوض حريتي أنا ما نسلمش فيها كمواطنة تونسية ما نسلمش في جرادو منها